أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات البريطانية الهادفة إلى حل ملف الأزمة اليمنية. قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن تطبيق اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية يستغرق وقتا أطول من اللازم. أضاف هانت أن التقدم الحاصل في محادثات السلام لا يزال هشا بسبب نقص الثقة، لكنه قريب من تحقيق تقدم في مسار الحل. تأتي تصريحات هانت في إطار جولة خليجية تشمل عمان والسعودية والإمارات لبحث عملية السلام في اليمن. هانت أكد بأنه يتعين على الحوثيين الانسحاب من الحديدة قريبا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح ممرات إنسانية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب ودوافع الدور البريطاني في اليمن، وأثار ونتائج ذلك على اتفاق الحديدة وعملية السلام. نتابع التقرير. وزير الخارجية البريطاني في مهمة إنقاذ لدور بلاده في سلام اليمن المتعثر. في محطته الأولى بمسقط اصطدم الوزير جيرمي هانت برد فعل قوي من جانب الميليشيا على لسان رئيس ثوريتها محمد علي الحوثي، الذي اعتبر أن دور بريطانيا في الحرب لا يخول الوزير هانت ليكون وسيطا نزيها يحق له إظهار صوت محايد. ردة الفعل هذه جاءت بعد تغريدة للوزير هانت عقب لقائه في مسقط الناطقة باسم الميليشيا محمد عبد السلام، ورحب فيها بتقدم في مباحثات ميناء الحديدة، لكنه يتعين انسحاب قوة الحوثي قريبا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية بحسب ما جاء في تغريدة هانت. وضع الحوثيون برد حاد كهذا حاجزا في مسار التحرك البريطاني الجديد عالي المستوى باتجاه تحريك الجمود الراهن في ملف الحديدة على نحو يلقي بظلال قاتمة على مستقبل السلام الذي تكرسه بريطانيا على قاعدة المساواة الكاملة بين السلطة الشرعية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين وفقا للمراقبين. ويرى هؤلاء المراقبون أن نهج احتواء الحوثيين عوضا عن عزلهم والذي اعتمدته بريطانيا الممسكة بالملف اليمني في مجلس الأمن وكرسه البريطاني مارتن غريفيث لا يبدو أنه يحقق نتائج جيدة بعد أكثر من عام على تسلمه مهام منصبه مبعوثا أمميا جديدا في فبراير من العام الماضي، خصوصا بعد أن انتهت ثلاث زيارات أخيرة له خلال أقل من شهر لصنعاء بهدف إنقاذ اتفاق الحديدة إلى الفشل. ووفقا للخارجية البريطانية فإن جولة الوزير هانت تستهدف إبعاد القوات العسكرية عن الموانئ في الحديدة، وذلك لمنع عودة القتال والتمهيد لجولة تالية من محادثات السلام وضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية. الجولة الحالية في مسقط والرياض وأبو ظبي التي يقوم بها وزير الخارجية البريطاني ليست المحاولة البريطانية الأولى التي تستهدف إنجاح مساعي المبعوث الأممي في اليمن، فقد قام سلفه بوريس جونسون بجولة مشابهة إلى العواصم الثلاث في يناير من العام المنصرم. حينها لم تنجح جولة جونسون في وقف المعارك بمحيط الحديدة، والتي تطورت إلى أن وصلت القوات الحكومية معها إلى مسافة قريبة من وسط المدينة قبل أن تتدخل واشنطن وتدفع بطرفي الحرب إلى محادثات في ستوكهولم انتهت إلى اتفاق ملتبس بشأن الحديدة وتفاهمين لم يطبقا على أرض الواقع بشأن الأسرى والمعتقلين والمفقودين والتهدئة في تعز. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من زوايا الحدث، كما ارحب بمن ينضم الينا من تونس الكاتب والباحث استاذ الدكتور معن دماج. اهلا بك دكتور معن. اذا جوله جديده لوزير الخارجيه البريطاني، خليجيه هذه المره، بدايه من سلطنه عمان ثم السعوديه ومن المتوقع الامارات لبحث ملف الازمه اليمنيه كاحد هذه الملفات. هذه التحركات على اعلى مستوى يعني بريطانيا بشان الازمه اليمنيه، ما سرها برايك؟ الى اين ستفضي؟ مساء الانوار. من الواضح ان بريطانيا منذ اكثر من عام قد رمت بثقلها بشكل كامل في المساله اليمنيه. وانا اتصور ان الاطار الذي يسمح بفهم حركه بريطانيا في المنطقه بشكل عام هو القرار الامريكي بالانسحاب من منطقه الشرق الاوسط، والذي حاولت قوى دولية وإقليمية مختلفة ملأ هذا الفراغ. شاهدنا أساسا إيران، روسيا وتركيا، والآن بريطانيا التي كان أحد وزرائها قد صرح بشكل صريح قبل أكثر من 4 أشهر أن القرار البريطاني بالانسحاب من شرق السويس الذي اتخذ في الخمسينات وفي الستينات قد تم العودة عنه بشكل نهائي.
وشاهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية قاعدة أمريكية في جيبوتي، قاعدة بريطانية في جيبوتي، وخلال العام الماضي في إبريل العام الفائت قاعدة بريطانية جديدة في البحرين، ثم الإعلان عن افتتاح قاعدة بريطانية في سلطنة عمان سوف تفتح في هذا الشهر على أساس شهر مارس، على أساس أنها قاعدة للتدريب. أنا أتصور أن الذي يجعلنا نفهم الحركة البريطانية هي الرغبة في شغل الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي العودة إلى مناطق نفوذها الأساسية في المنطقة الشرق السويس، في المنطقة الشرق أفريقيا والوطن والجزيرة العربية التي كانت قد تخلت عنها وكانت قد استلمتها أمريكا مع الانسحاب البريطاني وصعود القوى الأمريكية في الأربعينات والخمسينيات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور معني. أرحب بمن ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. إذن باعتبارك قريب ومتابع للسياسة البريطانية بشكل عام، كيف تقرأ الدور البريطاني الحالي فيما يتعلق بالأزمة اليمنية عموما باعتبار بريطانيا حاملة القلم في مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف اليمني، وكذا التحركات الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحديدا نقطة الحديدة؟ طبعا يعني كما تفضلت أخي الكريم، بريطانيا لديها الملف اليمني وهي التي تصوغ مسودة القرارات في مجلس الأمن فيما يخص اليمن. لا يمكن فصل السياسة الخارجية البريطانية في هذه الفترة عن ما يدور في الداخل البريطاني. هناك معارك ساخنة بين الحكومة التي يشكلها حزب المحافظين والمعارضة وعلى رأسها حزب العمال البريطاني. وللأسف الشديد أن اليمن أصبح ورقة للتجاذبات السياسية داخل المنظومة السياسية البريطانية بمعارضتها وموالاتها بين المحافظين والعمال، وهناك بشكل مستمر سجالات في البرلمان البريطاني حول وضع في اليمن. المعارضة تحاول أن تستغل الوضع في الحديدة، تستغل المعاناة الإنسانية لتنال من سياسة الحكومة البريطانية الخارجية فيما يخص علاقتها مع السعودية ومع الإمارات، وفيما يخص تصرفها تجاه الأوضاع الإنسانية في اليمن. الحكومة البريطانية تجد نفسها مضغوطة إلى حد ما تحت ضربات الإعلام اليساري تحديدا هنا في بريطانيا، وأيضا تحت قبة البرلمان بما تواجهه من انتقادات من برلمانيي حزب العمال. تريد الحكومة البريطانية أن تتخفف من هذا الضغط. هذا جانب من جوانب ما يمكن أن يفسر لنا التحركات الأخيرة وما سبقها من تحركات للخارجية البريطانية فيما يخص الوضع في اليمن. لا شك كذلك أن موضوعا آخر ملحا كذلك في هنا يؤثر إلى حد ما في السياسة الخارجية البريطانية فيما يخص الشرق الأوسط عموما والعلاقات مع شرقنا وفي اليمن تحديدا. هنا موضوع البريكزيت والخروج من الاتحاد الأوروبي موضوع ملح ومناقش بشكل مستمر، وهو أكثر المواضيع سخونة في الساحة البريطانية الآن. هذا الموضوع الذين يدفعون باتجاههم اليمين، أقصى اليمين البريطاني واليمين المتطرف داخل حزب المحافظين، وهم كذلك بعض العماليين وأحزاب أخرى صغيرة الذين يعادون الاتحاد الأوروبي يضغطون باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يرون بأنهم هناك من يرى بأنهم أقرب إلى الثقافة الأنجلو أمريكية، وبالتالي هم جزيرة ليس لهم علاقة بأوروبا وهم الأصل، وأوروبا ستتبعهم ولهم الريادة والقيادة وهم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أو كانت لا تغيب عنها الشمس. هذه الأفكار المحافظة واليمينية إلى حد ما تعشعش لدى كثير من المحافظين، يدعمهم أيضا في هذا الاتجاه كثير من القوميين البريطانيين. هؤلاء يريدون استعادة الدور البريطاني الريادي، ويرون بأن أوروبا قلمت أظافر بريطانيا وحدت من تحركاتها، وأن الاتفاقات الموقعة من الاتحاد الأوروبي كتفت بريطانيا فيما يخص استقبال اللاجئين والمهاجرين، وفيما يخص أيضا العمالة وأسواق العمل وفتح الحدود. كل هذه المواضيع تناقش هنا، ويرى القوميون والمحافظون كثير منهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعيد لها هيبتها. هذا يؤثر في صياغة السياسة الخارجية البريطانية ما يخص اتخاذ سياسة إلى حد ما مستقلة عن أوروبا، وإرادة إبراز دور بريطاني. ولا شك أن الخاصرة الألين بالنسبة لإبراز هذا الدور ربما تكون في منطقة الخليج العربي يرونها، وتحديدا في
اليمن فيما يخص الاتفاق الحديدة. يرى البريطانيون بأن اتفاق الحديدة والنجاح فيه هو نجاح لهم، وترى هذه الحكومة بأنها يمكن أن تسكت الأصوات المعارضة داخل البرلمان البريطاني إذا ما تحقق هذا الإنجاز، أعني تطبيق اتفاق ستوكهولم. لكن للأسف الشديد لم ينجح هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة. لوريس غارد قبل أيام صرح أو ألمح إلى الوفد الحكومي بأن الحوثيين ليسوا بوارد الانسحاب حتى هذه اللحظة، وطبعا هو ربما وعد بأنه ربما يسجل أو يسمي الطرف المعرقل في حينه، لا نعلم متى الذي يصرح فيه لوريس غارد بالطرف المعرقل، ربما كان في آخر يوم من أيامه كما يحصل مع المبعوثين الدوليين والمراقبين الدوليين في اليمن وفي غيرها. لكن بشكل عام وزير الخارجية البريطاني ذهب الآن إلى المنطقة يزور عمان للقاء الحوثيين، ربما يلتقي أيضا بالعمانيين للضغط على الجانب الحوثي وللتواصل أيضا مع الإيرانيين بلا شك، وسيعود إلى الرياض للقاء الحكومة اليمنية وربما يلتقي أيضا مسؤولين سعوديين فيما يخص إنجاز الاتفاق الذي هو الآن يعني يمر ربما بمرحلة احتضار أو موت سريري. تريد بريطانيا أن تسجل نصرا لمجلس الأمن، تريد الحكومة المحافظة أن تسجل نصرا أمام العمال اليساريين هنا في بريطانيا. هناك عدد من المستويات التي تعمل عليها هذه الحكومة، لكن هل ستنجح؟ تعقيدات الوضع في الحديدة وعدم إدراك المجتمع الدولي والبريطانيين هنا لطبيعة الحركة الحوثية وطبيعة تصرفاتها وعدم مبالاتها بالوضع الإنساني في اليمن ومحاولة استغلال هذا الوضع لإيجاد المزيد من التنازلات من الجانب الحكومي والمزيد من الضغوط الدولية على هذا الجانب، ربما البريطانيون يغيبون عن هذه الظاهرة في اليمن، وبالتالي يسعون وفقا للقواعد الكلاسيكية للسياسة البريطانية التي لا تدرك ربما أن مياها كثيرة جرت تحت النهر وخاصة في اليمن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد. أعود إليك دكتور دماج، يعني في سياق هذه الرغبة التي تحدثت عنها وأشار إليها بشكل كبير الدكتور جميح أيضا بالنسبة للعب دور أكبر في المنطقة في هذا الوقت، بالنسبة للملف اليمني كيف ستتموضع بريطانيا على سياق أن هناك تجاذبات إقليمية سعودية ومن يعني في صفها وإيرانية ومن في صفها أيضا، وربما هناك أطراف محايدة أو خارج هذين الطرفين، لكن في اليمن على الأقل كيف ستتموضع؟ إلى من ستقترب أكثر؟ إلى صف الحكومة الشرعية ومن يدعمها أم إلى صف الحوثيين ومن يدعمهم؟ لا أتصور أن الذي يحرك السياسة البريطانية مسألة الحيازات لهذا الطرف أو ذاك. بريطانيا في سبيل عودتها إلى المنطقة وهي عودة عسكرية، وربما هذا قد يكون أحد الأسباب الذي دفعت المؤسسة العميقة البريطانية لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي لتمييز استراتيجية عسكرية مستقلة. أظن أنها إضافة إلى القواعد التي بدأت تنشئها في البحرين وفي سلطنة عمان وجيبوتي، تعتقد أنها لا يمكن أن تعود وتهيمن على المنطقة وعلى خطوط التجارة إلا بالتواجد الكبير والسيطرة على المنافذ البحرية في اليمن وسلطنة عمان. وبالتالي أنا أتصور أن ما تدخلت له بريطانيا في كل تلك القوة في لإيقاف معركة الحديدة، ونستطيع في نفس المعسكرات الغربية أن نجد تمايز كبير لأن الأمريكان لا يبدو أنهم كانوا ممانعين في استمرار معركة الحديدة رغم الهاجس الإنساني الذي هو في الواقع عنده مبررات جدية أيضا، لأنه تقريبا الحديدة هي المنفذ الوحيد لأغلب مناطق الشمال. الاندفاع الكبير لإيقاف معركة الحديدة أنا أتصور كان يعني لا يريد أن تصبح الحديدة تحت هيمنة الإمارات، وهذا أيضا يفسر لماذا كانت الإمارات ممانعة على السير في اتفاق ستوكهولم بعكس الموقف السعودي الذي أعتقد أنه يخضع لحسابات داخلية محدودة جدا، لأنه يبدو أن السياسة البريطانية في المنطقة تستهدف أساسا العربية السعودية، لدرجة أن هناك تقديرات أن سبب انتشار السعودية في المهرة هو تسريب أسلحة ليست لليمن ولكن تهريب أسلحة عبر عمان إلى الداخل السعودي. السعودي المشغول بإنقاذ رأس ولي العهد بن سلمان تقدم تنازلات كثيرة حتى من غير أي أفق استراتيجي، فقط المحافظة على حفظ وحظوظ بقاء ولي العهد
بينما كانت الإمارات في الواقع مانعة لذهاب بريطانيا في إيقاف معركة الحديدة. أنا أتصور أن المعركة هي على الموانئ وعلى التواحد اليمنية العمانية، وهذا أمر طبعا يزعج قوى كثيرة مثل الصين، لأن ذلك سوف يجعل بريطانيا تستطيع أن تكبح مشروع طريق الحرير البحري. ولذا رأينا الصين في الواقع يعني كانت تتحرك باتجاه دعم الحكومة سواء في مجلس الأمن أو في ستوكهولم، حيث قابل السفير الصيني الطرف الحكومي، وكان واضحا أنه مستعد أن يقف لدعم أي موقف حكومي متشدد. انتهت الأمور كما رأينا بأن السعودية ضغطت على الجانب الحكومي وعلى الوفد الشرعي وعلى الرئيس عبد ربه لتمرير اتفاق الهدف الأساسي له فيما يبدو في تقديري أنا أن بريطانيا تريد أن تكون هي القوى الأساسية في منطقة الساحل اليمني سواء في عدن أو في الحديدة. طبعا العدن الآن في يد أخرى، لكنها تبدأ الآن على الأقل بتأمين عدم سيطرة أي طرف على الحديدة، ونشر قوات دولية في مرحلة لاحقة سوف يكون لها القوة الأساسية واليد العليا فيها. أنا أتصور أن هذا ما يمكن أن يجعلنا نفهم سر الحركة البريطانية التي تبدو في تضارب مع حلفائها المحلي الإقليميين أو حتى الغربيين. هي تعمل مشروع خاص، وهذا المشروع ما يزال في بدايته، لكن نستطيع أن نقول أن هذه خطوطه العامة الأساسية. أرجو مرة أخرى أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور دماج. أعود إليك دكتور محمد. إذن في سياق الحديث، يعني كما تفضلت أنت، هناك تجاذبات ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي وقع مع إيران الاتفاق النووي ويريد الحفاظ عليه، لكن هذا يقترح أن علاقة بريطانيا يجب أن تكون متوترة مع إيران ومع ممثليها مثلا الحوثيين، لكن من المفهوم أو الواضح في اليمن أو المتعارف عليه إن صح التعبير أن للحوثيين أو لبريطانيا رعاية خاصة للحوثيين أو تعامل خاص. كيف يمكن فهم هذه النقطة التفصيلية بالذات برأيك؟ وطبعا يعني فيما يخص اليمن، البريطانيون هم ربما يفصلون في الملفات. فيما يخص الجانب اليمني، بريطانيا تنظر إلى اليمن على أساس أنه يمكن أن يكون مركز نفوذ للبريطانيين، خاصة وأنهم يرسمون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يحاولون إيجاد مناطق نفوذ في الشرق الأوسط وحتى في الشرق الأقصى. يعني عندما قبل أيام أعلن وزير الخارجية البريطاني، وزير الدفاع البريطاني تحديدا، أو قبل أسابيع أسبوعين تحديدا، بأن يعني حامل الطائرات أو فرقاطة بريطانيا سوف تذهب إلى الشرق الأقصى، وأثار موجة من الغضب لدى الصينيين. هذه التحركات هي في إطار سعي بريطانيا للحصول على مناطق نفوذ بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا صحيح. بالنسبة للإيرانيين، البريطانيون يعتبرون أن الصفقة النووية التي وقعت مع مجموعة 1+5، هذه الصفقة يعتبرونها، يتفقون مع الجانب الأوروبي في هذا الجانب بأن الاتفاق النووي يجب أن يستمر، ولا يخالفون ويعترضون على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أعيد فرضها على إيران. لكنهم في هذا الشأن أنا لا أعتقد أنهم يمارسون ضغوطا كبيرة على الإيرانيين، لأن الإيرانيين أصلا يرون أنه حتى القناة المالية الأوروبية التي أسهمت بريطانيا في إنشائها من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية، هذه القناة من وجهة النظر الإيرانية هي قناة فاشلة، لأن هذه القناة لا تجرؤ هذه الشركات الأوروبية أن تتاجر مع بريطانيا في ظل وجود عقوبات أمريكية، وخاصة عقوبات مصرفية، وهذا هو الجانب المهم في العقوبات. وبالتالي ترى بريطانيا أن مزيدا من الضغط على الإيرانيين ربما يؤثر على التزاماتهم بالاتفاق النووي. لكن وزير الخارجية هانت كان قد صرح دكتور محمد، وزير الخارجية جيرمي هانت كان انتقد الدور الإيراني فيما يتعلق تحديدا بالدور في اليمن، فيما يتعلق بأنه يجب أن تضغط على إيران، يجب أن تضغط على الحوثيين بشكل أكبر لتطبيق ما اتفق عليه في ستوكهولم وبالتحديد في الحديدة. أنا أعتقد أن البريطانيين فيما يخص الجانب الإيراني لا يمارسون الكثير من الضغط، إنما يمارسون الضغط الأكبر على الخليجيين وعلى اليمنيين، على الحكومة الشرعية.
لأن بريطانيا أولا هناك لو نتذكر بداية معركة الحديدة قبل شهور، قبل أن تقف للمرة الأولى ثم تستأنف ثم وقفت للمرة الثانية بفعل الاتفاق على الذهاب إلى ستوكهولم، الإماراتيون أعلنوا من طرف واحد هذه المعركة، وأبلغت وزارة التطوير الدولي تطوير التعاون الدولي البريطانية بأن عليها أن تبلغ المنظمات الإغاثية والإنسانية في الحديدة بالانسحاب، لأن حملة وشيكة قادمة على الحديدة، كما أبلغهم الإماراتيون. البريطانيون هنا في بريطانيا أحسوا بنوع من الجرح الوطني أو الجرح والإهانة للكرامة البريطانية أن تتجرأ الإمارات وتبلغهم بأن معركة وشيكة استبدأ، وأن كل ما في الأمر أن على المنظمات الإنسانية أن تنسحب. لم ينسى البريطانيون للإماراتيين هذا الشأن، لابد أنهم أخذوها في الاعتبار. وحينها يعني نتذكر أن وزير الخارجية البريطاني ذهب إلى الرياض وذهب إلى أبو ظبي، بعد ذلك أتت مسألة الحكم على بريطاني كان في الإمارات بالسجن مدى الحياة باتهاماته بالتجسس لو تذكر أخي الكريم، ثم بعد ذلك أعفي هذا السجين من الحكم وأطلق سراحه وعاد إلى بريطانيا بعفو من رئاسة الدولة في الإمارات. كل هذه التجاذبات هي تعتبر رسائل تحت الطاولة بين البريطانيين وبين الإماراتيين فيما يخص هذا الشأن. لا شك بأنه بشكل واضح بريطانيا لا تريد الإمارات أن تكون مسهمة في معركة تؤول كما ترى بريطانيا مآلاتها الأخيرة لصالح الإمارات فيما يخص السواحل الغربية لليمن، خاصة وأن البريطانيين يرون بأن الإماراتيين موجودون أصلا في سواحل جنوب البلاد، وبالتالي هناك نوع من الإعاقة البريطانية ليس لأجل عدم تحرير الحديدة، وإنما لأجل إعاقة ما يرونه يمكن أن يكون مشروعا إماراتيا للتوسع في هذه السواحل. إذن هذه نقطة مهمة يجب أن لا نغفلها، ونحن نتعرض للوضع داخل اليمن الذي أصبح بكل تأكيد وضعا متداخلا فيه الدولي بالمحلي الداخلي بالإقليمي. طيب دعونا ننظر للأمر من وجهة نظر يمنية. أسألك دكتور دماج، الفاعلين في اليمن سواء الرسميين نتحدث عن الحكومة الشرعية أو الفاعلين غير الرسميين المجلس الانتقالي الحوثيون وغيرهم أيضا، من هو الأكثر قدرة أو من يتصرف وكأنه أكثر فهم ويلبي بشكل أكبر أو يتعامل بشكل صحيح أكثر مع هذه التحركات والدور البريطاني الذي كما فهمت منكما أنه سيكبر مع المستقبل؟ هو الطرف الحوثي عموما يمتلك إرادته بشكل أكبر وعنده وضوح ما يريد، لكنه يستغل الاستراتيجية البريطانية هي تتجاوز أيضا، خصوصا أنه يتراجع عسكريا على الأرض ويتراجع شعبيا وتتأكل قاعدته الاجتماعية. وأنا أتصور أن ما يبدو تعنتا حوثيا في تطبيق يعني اتفاق ستوكهولم الذي هو في عمومه يعني ينقذهم من خسارة عسكرية كانت أو أنقذهم من خسارة عسكرية كانت وشيكة جدا، هذا الأمر سوف يدفع بريطانيا أيضا وقوى دولية أخرى تريد أن يبقى الحوثيين كقوة عسكرية وازنة خصوصا في شمال اليمن ليكونوا شوكة في خاطرة السعودية تمكنهم من ابتزاز الخليج وابتزاز السعوديين. ربما هذا التشدد والذي يعكس وعي حوثي أن إذا انسحبوا من مدينة أو حتى من حي أو من جزء من ميناء سوف تكون سابقة، لم يسبق للحوثيين أن قدموا أي تنازل أو انسحبوا من أي مكان إلا بالقوى العسكرية. أي تنازل مهما بدا محدودا وربما قد يكون حتى محبطا بالنسبة للمؤيد الشرعية سيكون سابقة بالنسبة للحوثيين أيديولوجيا وفكريا وحتى بالنسبة للبنية الاجتماعية الذي تدعمهم والذي يمثلونها، سوف تكون ضربة استراتيجية لا أظن أنهم يستطيعونها الآن على أقل تقدير، رغم تراجع عبد الملك المخلافي في خطابه إلى حديث قبيل معركة الحديدة ومع خسارته في الساحل إلى عبد الملك الحديث عن المنطقة تقصد. المذهبية والقبلية باعتبارها هي منطقة الصمود التاريخية. الآن أعتقد أن بقية الأطراف اليمنية للأسف الشديد الشرعية كالعادة فاقدة استقلاليتها نحو التحالف نحو السعودية،
الطرف اليمني الآخر الذي لديه سلاح ولديه مستوى معين من التنظيم والأموال، التجمع اليمني الإصلاح للأسف الشديد يعيش في متاهته، من ناحية يعني لا يريد أن يشارك وينخرط في قتال تكون نتائجه أن يتعرض للإهانة والتصفية كما حدث في عدن وفي بعض المناطق الجنوبية، ومن ناحية ربما يعتقد أن إدامة وإطالة عدم الحسم المعارك في الجبهات يشكل ضغط على التحالف وعلى الإمارات حتى يحصل على ضمانات سياسية وعلى نصيب أكبر في التنظيم السياسي المقبل. بقية الأطراف همشت نفسها، لا المجلس الانتقالي ولا طارق وبقايا المؤتمر الشعبي العام ولا بقايا القوى السياسية تمتلك استقلال ولا تمتلك إمكانيات. المجلس الانتقالي في الواقع قرروا في الإمارات مثله مثل مجموعة طارق والمؤتمر الشعبي العام أو جزء من المؤتمر الشعبي العام. إذا أسألك ذات سؤال دكتور جميح، ما رأيك أنت؟ ما هو السؤال عفوا؟ يعني في سياق من هو الطرف اليمني سواء رسمي الفاعل الرسمي أو الفاعل غير الرسمي الأكثر توظيفا لهذا الدور البريطاني المتعاظم في اليمن لمصلحته؟ طبعا هو يعني دعنا لا نقول ان الحوثيين هم الاكثر توظيفا، الحوثيون يخدمهم عدم توظيف الاخرين للاوراق السياسيه التي يمكن ان يعملوا عليها. لكن الحوثيين يعني لا نريد ان نقول بان ادائهم السياسي مبهر او بانهم يتصرفون بشكل اذكى من الحكومه اليمنيه، الحقيقه ان الحوثيين يتصرفون بغباء مفرط. يعني هذا التعنت الكبير هو يعني لا ينم عن ذكاء سياسي، لديهم صح جسم ميليشياوي مترهل وكبير لكن لديهم عقل سياسي صغير، لكن الذي يخدمهم هو أن الآخرين لا يستطيعون توظيف ما لديهم من أوراق. يعني هناك الكثير من الفرص التي مرت كان يمكن أن توظف. الحوثيون أحيانا عندما يحدثون نوعا من الانتصار الصغير، تقدم هنا وهناك أو تسللوا في هذه المنطقة أو تلك، يروجون من هذا التسلل على أساس أنهم يعني اقتحموا الرياض لنقل. لكن في ذات الوقت الحكومة اليمنية لم توظف في الماضي، ولا أعتقد أنها بوارد توظيف الانتصارات العسكرية الكبيرة التي تحصل أحيانا لتجيرها إلى شيكات سياسية تستطيع أن تلعب بها. للأسف الشديد هذه القدرة غير موجودة. هناك تقدم على الأرض حصل في الحديدة، يحصل الآن في صعدة، ويحصل حتى في بعض المناطق في وسط البلاد في إب، لكن الحكومة اليمنية كالمغيبة عن هذه، وكأن الذي يدير المعركة في شقها العسكري ليس على تواصل إطلاقا مع من يدير المعركة في شقها السياسي والدبلوماسي. وبالتالي هناك نوع من مراكز القوى داخل مؤسسة الشرعية هي التي تعيق العمل كمنظومة واحدة. هذه المراكز للأسف الشديد حتى لو كانت مراكز قوى وبينها تناغم كان يمكن أن تفعل، لكن للأسف أنها مراكز قوى متنافرة، ومع الزمن ومع طول فترة الحرب أنتجت هذه الفترة الطويلة إفرازات ليست في صالح البلد بشكل عام وليست في صالح الشرعية. نخشى مع طول فترة الحرب أن تتملشن القوات المؤيدة للشرعية وتتحول إلى ميليشيات متنافرة متحاربة. هناك اليوم على سبيل المثال في الجنوب كثير من الميليشيات التي لا يربط بينها وبعضها أي رابط إلا الرابط الإماراتي الذي ينسق عملها. لو افترضنا على سبيل المثال جدلا بأن الإماراتيين أعلنوا الانسحاب اليوم من الجنوب بشكل مفاجئ، يعني ستكون في كارثة في الجنوب، ستدخل هذه الميليشيات التي ينسق بينها ضابط ارتباط إماراتي ستدخل في صدام فيما بينها. كذلك هناك ميليشيات أيضا في تعز منفلتة، وهناك أيضا بمعنى أن الشرعية إذا ما استمر وضعها على ما هي عليه فإنها يمكن أن يصار بها إلى حال تتملشن فيه وتصبح طرفا من أطراف الصراع. لن يستحي أحد بأن يسميها مجرد طرف وليست شرعية بعد أن تفقد كل الأوراق. للأسف الشديد الشرعية يجب في تصوري أن تركزوا ما لم تفعلوا حتى هذه اللحظة على كيفية توظيف الجانب العسكري والميداني توظيفا سياسيا خالصا، وأن تنشط آليتها الدبلوماسية قليلا وأن تعمل على تناغم الأطراف الداخلية فيها. هنا يمكن بقليل من الجهد أن نحدث كثير من الفارق. أشكرك إذن دكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وكذلك دكتور معن دماج الكاتب والباحث كنت معنا عبر الهاتف من تونس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.